بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. منهج الإمام أبي حنيفة رحمه الله في استنباط الأحكام الشرعية، يقول الإمام رحمه الله: إني آخذ بكتاب الله عز وجل، إني آخذ بكتاب الله عز وجل إذا وجدته، أي إذا وجدت فيه الحكم الشرعي. فما لم أجد فيه، أي في كتاب الله عز وجل، أخذت بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والآثار الصحاح الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم التي فشت في أيدي الثقات. فإذا لم أجد فيها أخذت بقول أصحابه، من شئت وأدع قول من شئت، ثم لا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم. فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم النخعي، والشعبي وابن سيرين وسعيد ابن المسيب وهم من التابعين، فلي أن أجتهد كما اجتهدوا، فهم رجال ونحن رجال. هذا هو منهج الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان في استنباط الأحكام الشرعية. وكما ذكرنا قبل ذلك أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله أخذ العلم عن من؟ أخذ العلم عن حماد، وحماد أخذ العلم، حماد ابن سليمان أخذ العلم عن إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي أخذ العلم عن من؟ عن علقمة ابن قيس، وأخذ علقمة العلم عن من؟ أخذ العلم عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأخذ ابن مسعود عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ العلم عن من؟ أخذ العلم عن حماد بن سليمان، وحماد بن سليمان أخذ عن إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي أخذ عن علقمة ابن قيس، وأخذ علقمة عن من؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأخذ ابن مسعود عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ينتهي العلم إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو منهج الإمام في استنباط الأحكام الشرعية من القرآن ومن السنة ومن الآثار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبين ذلك ويوضح ذلك الإمام البزدوي رحمه الله، فيقول: قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد أبو الحسن علي ابن محمد البزدوي رحمه الله: العلم نوعان، علم التوحيد وعلم الأسماء والصفات وعلم الشرائع والأحكام. العلم نوعان، علم التوحيد وعلم الأسماء والصفات، هذا هو النوع الأول، والنوع الثاني وهو علم الشرائع والأحكام. ويقول: الأصل في النوع الأول، أي علم التوحيد والأسماء والصفات. يقول: انظروا حتى نرى منهج الإمام ومنهج أصحاب الإمام ومنهج السادة الحنفية في استنباط الأحكام الشرعية. فيقول: ركزوا معي على هذا الكلام الذي يكتب بماء الذهب. فيقول ردا على الطاعنين وردا على المشككين، فيقول: والأصل في النوع الأول علم التوحيد والأسماء والصفات هو
التمسك بالكتاب والسنة، التمسك بالكتاب والسنة ومجانبة الهوى والبدعة ولزوم طريق السنة والجماعة الذي كان عليه الصحابة والتابعون ومضى عليه الصالحون، وهو الذي أدركنا عليه مشايخنا وكان على ذلك سلفنا، أعني أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد وعامة أصحابهم رحمهم الله. مرة ثانية نكرر هذا الكلام، يقول: علم التوحيد والصفات هو التمسك بالكتاب، والسنة ومجانبة الهوى والبدعة ولزوم طريق السنة والجماعة الذي كان عليه الصحابة والتابعون ومضى عليه الصالحون، وهو الذي أدركنا عليه مشايخنا وكان على ذلك سلفنا، أعني أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد وعامة أصحابهم رحمهم الله. هذا هو المنهج، هذا هو الطريق في استنباط الأحكام الشرعية.